ما سمعناش من السلطات وسمعنا وشفنا الدولة تبادر وتخسر حفرت الفراج بقداه منيار، دارت السبيطار بقداه منيار، دارت المدرسة بقداه منيار، بنات البنيان بقداه منيار، واللي راه طامس حقنا ما عرفناش وين، ما عرفناها الدولة ندمت وداد بطل. أسيدي لندمت الدولة وداد بطل، أمرها طاعة. اللي عندنا حقوق ورانا ميكولين قابين الشداد والكمة، حاشا من ينحدث المرة اللي ذيك الليلة ينقلوا بها بالحمل حتى لن ماتت في سبيطار قداه من ولاية. علاه راض راه شعب وراه فيه الكبير فيه الصغير فيه الزحاف، المهاوي وسطنا، الفراش طالع، القلوب يكفي ولاية، المازوت تشريه الدولة ولا عز الدولة نشرو احنا. اي جبدوا لنا النار نجيبوه الماء، 70 كيلو منا 70 كيلو منا 70 كيلو منا، وزوايننا مصرعها القب ووليداتنا مصرعها الوسخ، والعقرب تاكل فينا ما كانش يبرى مخزونة هنا، اللفعة تاكل فينا ما كانش يبرى، والشعب يمراه يقدر انا نخوضوا في الدولة. الفرع مسكر وفات علينا ثورة هنا 7 سنين ونص، هذا الحجر والله قادة ما قدرنا الدردز فيه، ونباتوا نجاراو وندفعوا في مالنا ندفعوا في سلاحنا ندفعوا نستنرجا وقفي ذا النهار. أربعة الحجر والنهار. وقفي ذا النهار. اليوم هذا النهار حقنا وين؟ حقنا وين؟ ما عرفناش حقنا وين؟ رانا نطلبوا من الدولة ونطلبوا من السلطات تخزرنا بعين الاعتبار، ورانا في حيتاج كبير وضغط كبير، اللي يلدق نرفدوه الأقوار، والله نرفدوه المسعد، والله نرفدوه القرارة، ما نصفوه شن يموت، اللي ذا يخرج وريقة، وليده ذا يخرج تعريف، قايله كلال وكرصا وداها لصدر حال وداها لمضرب وخرج الورقة، والي ما عدناش حد، قالوا كان لاجئين، احنا عدنا هذه كحلة اللاجئة اللي راها جينا، رانا كي نشوفوها نخافوا من جهة ربي نمدوا لها من رزقنا ونمدوا لها، الكحلان اللي راها جاية، وين أنا عندي حق في الجزائر وليدي الجزائر ومضحي الجزائر وما يتعطاليش حقي والي ما، والحديث نجمع وين جماعة قاعد تقول وانا راك عارفني راني راه بايض جماعة وش تقولوا.